اتفق كل اهل الفكر والعلم من البشرية اجمعين بمختلف اديانهم ومذاهبهم وطبقاتهم واختصاصاتهم على علو مرتبته وارتفاع منزلته بشكل لم يحصل مثل هذا الاتفاق على اي شخص غيره. يكفينا من ذلك اشهر المسيحيين الذين كتبوا في فضله، جورج جرداق وبول السلامة. موجودة كتبهم على اتحاد، ربما اكثركم شايفيها. واما الذين تركوا المسيحية الى الاسلام فهم كثيرون بطبيعة الحال، وكان الفضل الاكبر لهم في ذلك هو حسن ظنهم بامير المؤمنين عليه افضل الصلاة والسلام،